1/4/2013 أبطال الجيش الحر يقومون بالتجهيز على ضربة وادي الضيف. أخي الكريم حدثنا عما سيجري الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا عم نجهز الضربة لوادي الضيف بالصواريخ. عددنا الشيكا والجوشكا بالصواريخ هاي القاعدة. هدول صنع يدوي صنعنا نحن عم نصنع. اليوم إذن الله رح نضرب وادي الضيف السماد زعلانة رح نضربهم وإذن الله اليوم رح نحرر وادي الضيف نقتحمه بإذن الله. يعطيك العافية. الله يعافيكم. الله يعافيكم.